ده مش كلامي، ده كلام البحث. الكلام ده للناس اللي مواليد اخر السبعينات واوائل الثمانينات. في فريق عمل بحثي من جامعه لويسفيل في امريكا عمل عليهم دراسه، اكتشفوا ان الناس اللي اتولدت من 1977 ل 1983 محصورين بين جيلين وليهم خصائص مختلفه شويه عن اللي قبلهم واللي بعدهم، وسموا الجيل ده زينيالز. وزي البحث بالظبط ما قال ان جيل الزينيالز ده اتهالوا صدمات في حياتهم. الجيل ده عاش طفوله لطيفه خفيفه محافظه، وغالبا كانت اختيارات الحياه وقتها محدوده، وإذ فجأة لقوا نفسهم دخلوا عصر التكنولوجيا، ومن الأتاري فجأة لقوا نفسهم عند السي دي والدي في دي والأيبود والبلاي ستيشن. الزينيالز دول ما عندهمش كآبة الجيل اللي قبلهم واللي سموهم في البحث جينيريشن إكس، ولا عندهم لا الانطلاق ولا السعادة ولا التفاؤل ولا الثقة الغير مبررة اللي عند الجيل اللي بعدهم اللي سموهم جينيريشن واي. مشكلة الباحثين في مجال الموارد البشرية دلوقتي إن الزينيالز دول هما ماسكين رؤساء شركات، أعضاء مجلس إدارة، ومناصب كبيرة في هيئات كبيرة، فدورهم وتأثيرهم كبير جدا، وعشان كده هو محل بحث. لقوا ان الجيل ده غير قواعد في العلوم الاداريه، عملوا رولز جديده، فالجيل ده بيمثل للباحثين بتوع العلوم الاداريه معضله. خلاصه الموضوع، اللي يعرف حد من الزينيالز دول يطبطب عليه لانه مظلوم بين جيلين، ويستفيد منه في الشغل على قد ما يقدر، لان الدراسه اثبتت كفاءته.